طيب آخر حاجة يا كريم، عايز أسألك برضو على جزئية الأمر المتعلق ببيتسو موسيماني وموسى محلل الأداء، وأيضا كمان كابيلو وكيفين جونسون المدرب العام، كواليس كده واجتماعاتهم، ودي أول رحلة مع بعثة النادي الأهلي. رصدت الأمر ده إزاي، وشايف بيتسو موسيماني بيجتمع مع اللعيبة حتى أمام الجميع؟ هل بيتحدث معاهم؟ هل يعني منعزل وبيتفرج على مقتطفات من مباريات الأهلي، مباريات الوداد؟ يعني الحالة العامة اللي فيها بيتسو موسيماني والجهاز المعاون ليه في أول رحلة طيران وبعثة مع النادي الأهلي في هذه المباراة؟ بالتاكيد طبعا زميلي محمد، يعني بيتسو موسيماني وكي بي طبعا مخطط الاحمال، وايضا كمان مسير محلل الاداء. انا اقدر اقول لك في الطياره محمد واحنا ماشيين الناس ما بتتفرجش، ما بتعملش حاجه غير ان هي بتتفرج على لقطات من مباراه الوداد الماضيه، وده امر كان مهم جدا. يعني كي بي بتتفرج، مسير بيتفرج، ايضا كمان بيتسو موسيماني بيتفرج، وصلنا كمان مجرد وصلنا الى فندق الاقامه بعد الغداء على طول في فيديوهات، على طول محاضره فيديو، امور فيها طبعا يعني احتراف بشكل كبير جدا، لان انت ما بتتابع خلال المباراه الماضيه، والمباراه كانت لسه يعني خلال ايام، فده امر مهم جدا. الكل بيشوف هل الوداد دفع بكل اللعيبه، باللعيبه الاساسيه، ريح مين، في قصور، في ثغرات، في امور كثيره جدا. لا، في تركيز كبير وفي تحضير بشكل كبير جدا لهذه المباراه. انا بقول لك كمان النهارده يمكن محاضره الفيديو اللي هتكون 7 مساء فيها بعض المقتطفات طبعا للمباريات الخاصه بفريق الوداد، بيقوموا بدور كبير. بنتمنى ان شاء الله ان يكون في تجميعه كبيره جدا لكل المعلومات الخاصه على فريق الوداد. يمكن بيتسو موسيماني مع سان داونز قابل الوداد اكثر من مره، لكن مع النادي الاهلي الامر مختلف. النادي الاهلي عنده هدف الحصول على هذه البطوله، فمحتاجين تركيز كبير جدا من الجهاز الفني، وده الحقيقة يا محمد اللي بيقوموا بيها. انقصنا بقى كل التوفيق ان شاء الله، تحضيرات اداريه، تحضيرات فنيه، تحضيرات ايضا كمان بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن بنتمنى بقى التوفيق يكون معانا ان شاء الله في مباراه يوم السبت اللي ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، ونرجع بنتيجه تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. كريم احمد زميلي العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي من كازابلانكا من المغرب، وتغطيه حيه واطلاله بكل تفاصيل وايضاحات لكل المعلومات المتعلقه ببعثه فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذا المجهود وعلى كل هذه المعلومات، ونتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الأهلي النهارده.